غموض أحاط عملية اعتقال ناظر رسول من قبل قوة أمنية مجهولة المصدر من منزله بمنطقة الكاظمية. عملية الاعتقال نفذت من دون أمر قضائي بحسب شهود عيان. القوة اقتحمت المنزل واقتادت ناظر رسول إلى جهة مجهولة، وما هي إلا أيام قليلة حتى عثر على جثة ناظر وعليها آثار تعذيب في دائرة الطب العدلي. رحنا نستلمه ثاني يوم من الطب العدلي وما لقيناه، لقينا بس اسمه هو ماكو. و16 يوم هم ذابي بالمجمدة، ناظر صار قالب ما ثلج، شكله كله متغير، فاتح عينه وفاتح حلقه وايده مفتوحه كلها مفتوحه من الثلج. من ايش سواها؟ زين هو شنو ذنبه؟ تيتمان واختي واخويا وامي عايش، شو نسوي لهم؟ ذوو الضحية طالبوا من السلطات الأمنية فتح تحقيق فوري لتوضيح ملابسات الحادث وتقديم الضباط والمنتسبين المتورطين بقتل ناظر رسول إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل. المسؤولين على هاي القضية هم 3 أشخاص مباشرين، اللي هو قائد الفرقة الثانية شاكر الأسدي وعامل اللواء السادس ظافر العميد ظافر وعامل فوج العتبة الكاظمية العقيد محمد الحسني. فإحنا نطالب رئيس الوزراء بفتح تحقيق ونصرة هذا المظلوم. أنا طالب الحكومة تأخذ حقنا، ليش هذا مغدور راح دمه هدر؟ أريد نشوف منو الكتلة، منو اللي هيك سوى بي. وفي وقت تؤكد به السلطات الأمنية في العراق بأن اعتقالاتها تنفذ وفق أوامر قضائية وأن معتقلاتها تخضع لإشراف مباشر من قبل وزارة حقوق الإنسان العراقية، تؤكد منظمات محلية ودولية ارتفاع نسب التعذيب والوفيات داخل أماكن الاحتجاز في العراق. للشرقية نيوز، ميناس سهيل، بغداد.